السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم جبنا لكم مقطع جديد وتحديث جديد للعبه درايف اكس الشبيهه بلعبه بيمنج درايف لاجهزه الاندرويد والايفون. طبعا يا جماعه نزل تحديث جديد فيه اضافات كتير حلوه، مثل ما شايفين قدامكم عندنا خريطه جديده اللي هي الميشيغان، عندنا كمان اضافه شاحنه 6x6، وبنفس الوقت مؤشر الضرر صار يظهر لك وقت بتخبط السياره. هلا رح نشوف كيف. ومنظور الشخص الاول اللي هي الكاميرا الداخليه، هلا رح نشوفها كمان لاغلب السيارات. وعندنا كمان تم اضافه هيدرولوك، ما بعرف شو هي هي بالضبط. تم اصلاح الترس العكسي والفرجار ثابت، وكمان تحسينات الصوت تبع السيارات واداء اللعبه بشكل كامل، واصلاحات تعليق السيارات في بعض الاحيان كان في لاج وهيك فزبطوها. واخر شيء تسريع تحميل السياره وقت اللي بتطلبها او وقت اللي بتحمل سياره جديده. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع ونشوف التحديث، لا تنسونا من الصلاه على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل جديد. واهم شيء دعاء لاخواننا في غزه ودعمكم للقناه. وهلا يا جماعه اترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. طيب يا جماعه الخير، دخلنا على القائمه الرئيسيه، خلينا نروح مباشره على الفري روم لحتى نشوف الخريطه الجديده اللي هي الميشيغان. مثل ما شايفين موجوده بالاسفل، في عندنا خريطه لازم تفتح كمان بالايام القادمه اللي هي نيويورك. فخلينا نضغط على الخريطه الجديده بالشكل، ننتظر لما تفتح ونشوف شو الوضع. مثل ما شايفين يا جماعه الخير في عندنا هي الشاحنه بترسبن معنا بهي الخريطه. شوف لي على الشاحنه ما احلاها، روسيه على ما اظن هي، وبنفس الوقت بتحسها عسكريه، شاحنه حلوه والله. طيب خلينا نشوف الشكل الداخلي او الكاميرا الداخليه بما انه ضافوا لنا اياها جديد. شوف لي على الفخامه يا معلم، والله شيء حلو. شايفين تصاميم حلوه. طيب خلينا ننطلق مثلا، بسم الله، والله سريع يا جماعة الخير وصوتها طرب، صوتها طرب، والله حلوة يا جماعة، ما توقعتها بهالشكل. اوبا بتلف كمان، واذا دعست فرين مباشر بتلف بتشفط، والله شيء حلو يا جماعة. طيب خلينا نشوف مثلا اذا كان خبطنا الشاحنه، او مثلا هل فيها بالون ولا لا، شو الترتيب. هلا راح نشوفنا هيك شي حادث كسر الشاحنه تكسير، شو رايكم؟ هات لاشوف الكاميرا الخارجيه. شو صار؟ طلعوا يا جماعه طارت. شايفين مؤشر تبع الحوادث هذا هو موجود بالاسفل، بيورجيك السياره كيف تحطمت، شو صار، شو هو هذا. مثل ما شايفين والله جباره، شايفين ما صار لها شيء، بس هيك من برا. شايفين والله لساتها شغاله وامورها تمام التمام. شايفين ولا كان شيء، جبل ما يهزك ريح. طيب هاي الكاميرا بحبها كمان، ندخل بهذا النفق نشوف وين بودي. يا ترى رح نعمل حادث هون كمان ولا شو الترتيب؟ طبعا بامكانك تغير الطقس من عن طريق الزر، هلا رح ورجيكم اياه بس نطلع من هذا المكان مشان نشوف الوضع كيف رح يصير. والله سواقة السيارة هي كتير حلوة. طيب خلينا نوقف هون. اوه معلم دعست الفرين خلص بتوقف في ارضها تقول ابي اس. طيب خلينا نشوف الطقس مثلا، اذا ضغطنا على الزر الكاميرا موجود في الاعلى هيك هون يا جماعه، اذا كان غيرت بالطقس بهذا الشكل، في عنا هون اذا بتلاحظوا الرياح شديده. شوفوا لي على الوضع هون، تعالوا نشوف من الداخل. شايفين الامطار شلون عم تنزل والوضع، والله شيء حلو يا جماعه الخير. انا بالنسبه للي ما بحب المطر، يعني بحب هيك على طول هيك يكون صحو والامور تمام. مثل ما شايفين الخريطه والله كتير حلوه يا جماعه، خلينا ناخذكم هيك جوله سريعه من فوق بالدرون. ما شايفين والله فيها طرق بريه وطرق مثل ما شايفين متعرجه حلوه، شو رايكم انتو؟ شايفين والله يعني شوفوا حركة الأشجار شلون شغلين عليها، يعني واقعية. شوف لي شلون الشجر عم يتحرك، إنه في رياح وهيك. حتى بإمكانك إذا ضغطت على زر الريس من فوق بتصير
بتصور او بتعمل مثل فيديو هيك مثل ما شايفين. هذا هو الوضع. طيب خلينا نشوف شغلة انا حبيتها، واللي هي ما بعرف اذا كانت موجودة من قبل بتحديث سابق او اذا ضافوناها في هذا التحديث، واللي هي رح ندخل على القائمة، ندخل على قسم السيتنج. مثل ما شايفين هون في عنا قسم الكنترول، صار بإمكانك تختار الوضعية اللي بتناسبك. مثلا بإمكانك تختار التركسيون، تختار الأزرار، السلايدر هو هيك مثل سحب، أو بإمكانك تختار الجيلو، بإمكانك تختار الجيرو أو التيتلة، أو بإمكانك تختار الجيرو أو التيلت مثل ما شايفين. فخلينا نحط رجوع ونشوف لنا شي سيارة مثلا. لحظة، شفنا شي سيارة تانية غير هاي السيارة، نشوف داخلياتهم وكذا. كيف رح نعمل؟ نضغط هيك مثلا، رح نجيبنا سيارة. شو السيارة اللي رح نجيبها يا جماعة الخير؟ تعالوا نجيب البورش، شو رأيكم؟ شوف البورش، لحد لما جربت أنا شوف لي البورش، والله تصميمها حلو يا جماعة. ورجيني داخليتها، داخليتها لونها أسود كتير هيك معتمة. طيب إذا خبطنا شو رح يصير؟ بيورجينا كيف عم تتحطم ولا لا. تعالوا نشوف، بدنا هيك شي مكان. ايوه بالشجرة معلم، بالشجرة. اوف، شايفين سلو موشن؟ شوف لي شلون الوضع، كسر الجامات، فتح البالونات. حلوة والله، والله لهلا طايرة ما شاء الله. شوف لي السيارة شلون صارت، بس والله وضعية التحطيم كتير حلوة يا جماعة. تعال نشوف غير سيارة مثلا، راح اجيب تعال نجيب هاي التشارجر. شوف لي التشارجر ما احلاها، ورجيني داخليتها، والله داخليتها حلوة هاي. طيب تعال نشوف فيها بالون ولا ما فيها. شايفين تحطمت، تكسرت، انت على ابو فطوسة. طيب نشوف لنا غير سيارة مثلا، البي ام يا جماعة، ان شاء الله بالايام القادمة بصير نعدل عليه هون، مثلا بضيف اكسسوارات او تبدل اللون وهيك شغلات، تطلع اللعبة كمان حلوة. ما شايفين عطية واحدة من هون، ايوه اوبا، شايفين البالون بيطلع وبعدين بيفسى هيك، واحيانا بينفجر. حلوة حلوة. طيب اللي بعده معلم، شوفي عنا اللي بعده، في عندي هاي السيارة بدي اجرب اشوف الشكل الداخلي تبعها، شوف شو وضعه. طبعا في حلقة سابقة لهي اللعبة جربنا هذا البيك اب، وفي بيك اب تاني قلتولي لا هذاك نيسان ماله هاي لوكس، فعذرونا يا جماعة الخير. شوف لي هذا شلون معدلينه من الداخل، التركسيون معدل، بس بدنا نوقف هيك بالضو مشان نشوف شو راح نوقف هيك بعكس الضو مثلا. ايوه بعكس الضو، ما الداخلية ما مبينة على السوا، بس تعالوا نشوف اذا خبطناها شو راح يصير بالداخل. هاي ما فيها بالون، شايفين هي لحالها بالون. طيب اي سيارة نجيبها، اي سيارة نجيبها يا جماعة؟ في البيك اب هذا، هو هذا قلت لي عليه نيسان. تعال نشوف هاي الداخلية تبعه، عادية كتير، تحسها مغبرة. والله صوت السيارات كتير حلوة يا جماعة، طرب حرفيا طرب مثل ما شايفين. فمثل ما شفتوا يا جماعة الخير هذا هو التحديث، ان شاء الله يكون عجبكم. ما بعرف اذا في شيء ما شرحته لحد الان بهذا التحديث، حكيت لكم شو الوضع شلون صار. فاللعبة كل ما لعب تصير اجمل من السابق، لحد الان ما شفت ولا تقطيع ولا لاج، اللعبة كتير سلسة وما فيها تسخين. طبعا التحديث غالبا رح ينزل على الايفون كمان اذا ما نزل لحد الان، فانتظروا. جماعة الايفون اعطوا رايكم، شو رايكم باللعبة بعد ما نزلت وهيك، ان شاء الله زبطت، عجبتكم ما عجبتكم، فيها مشاكل، شو الترتيب يا جماعة. طبعا بامكانكم هون تعدلوا كمان قبل ما انسى على الازرار، بامكانكم تكبرون وتصغرون بهذا الشكل. فهون شوي، هذا شوي ما في شيء،
فبهذا الشكل يا جماعة الخير وصل معكم نهاية المقطع. لا تنسونا من الصلاة على النبي واللايك والاشتراك وفيزر الجرس لتصلكم كل جديد، وأهم شيء الدعاء لأخواننا في غزة ودعمكم للقناة. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.